وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم بعد طول غياب في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس، هذا المهرجان الذي انتظرناه على مدار عام كامل. فنتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. أيها الأعزاء، تتواصل منافسات مهرجان المؤسس في هذا اليوم في أول أيام المهرجان، السبت 30 نوفمبر من عام 2019، حيث القوة، حيث الندية، حيث الإثارة متواجدة هنا على أرضيات ميدان التحدي، ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث أتت التوجيهات السامية والأوامر الكريمة بإقامة هذا المهرجان من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، وبمتابعة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، حيث تم رصد 195 جائزة عينية سيارات رصدت للفائزين في هذا الكرنفال، في هذا المهرجان الذي أشبه ما يكون بالعرس التراثي الكبير. وكذلك رصدت اللجنة 52 رمز ما بين ذهبي وما بين الرمز الفضي. نتمنى التوفيق للجميع. برنامجنا المسائي لهذه الليلة هو عبارة عن إقامة 19 شوط تستهل بالأربعة أشواط الأولى، أشواط الرموز، الأشواط الذهبية، الشلفة الذهبية للحقائق البكار، بانتظار الانطلاقة من مسافة 4 كيلومترات، حيث خصص هذا الشوط شوط مفتوح ورمز مفتوح لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، لمؤسساتها، لملاكها، لمضمرينها. نتمنى التوفيق للجميع. الترحيب مشاهدين الكرام بالمتابعين عبر شاشات التلفزة، قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس المصاحبة لنا في هذا النقل، تلفزيون قطر، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. ورحب أيضا بالحاضرين معنا على أرضيات الميادين. الترحيب أيضا بالمستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو، مرحبا بالجميع. وما هي اللحظات وينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي، أقوى أشواط الحقائق في مهرجان المؤسس، نقوة الحقائق خيرتها تستعد في هذا المساء وفي هذه اللحظات للانطلاقة. وهكذا مشاهدين الأعزاء، العيون تراقب بوابات الانطلاق حيث تم إغلاقها بالكامل، وذلك استعدادا لانطلاقة ولتدشين أول أشواطنا الأولى، أول رموز المهرجان. هكذا ينطلق هذا الشوط الأول، شوط الشلفة الذهبية. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا الشوط القوي، ينطلق هذا الشوط بشعاراته، بأسمائه، بسلالاته العريقة الحاضرة التي تجري في عروقها الأصالة في أقوى أشواط الذهب. شوط الشلفة، 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 الشلفة الذهبية، لمن من هذه المؤسسات ولمن من هذه الأسماء الحاضرة في هذا المساء؟ المركز الأول ومن تقود المسيرة في هذه اللحظات وتنطلق على الصدارة، لحظة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، يضمرها عبد الله بن شامس المحاربي. بينما المركز الثاني هجن الغرافة تتقدم مع عدالة، تتقدم إلى الشلفة الذهبية من هجن الغرافة، يضمرها سالم بن عامر المدهوشي. ننتقل إلى المركز الثالث، وحيث تصل هنا ظن لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع وصلت وانطلقت فيه المستشارة لهجن البدع، مضمر محمد بن ثاني الهاملي، ولكن حصل دخول من دوشة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، يضمرها عبد الله بن شامس آل محاربي. بينما المركز الخامس لهجن البدع مع المضمر عبد الله، مع المضمر
محمد بن ثاني الهاملي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. ياهو شوط، شوط الشلفة، من بيشل الشلفة الليلة؟ لمن ناموس الشلفة؟ يا مضمرين، يا عمالقة، يا ملاك مؤسسات عملاقة حاضرة الليلة، حاضرة حاضرة هدفا وطمعا لانتزاع الشلفة الذهبية في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه. هذا المهرجان الذي ينتظره ملاك الهجن في الخليج عاما بعد عام. العودة إلى التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط. غرفاوي، والله غرفاوية، لا والله غرفاوية، هذا التقدم غرفاوي مع المركز الأول كما عودنا هذا الشعار. الحضور في الأشواط النارية، في الأشواط الجماهيرية، هذا هو الشعار الجماهيري، شعار هجن الغرافة، يرفرف على الصدارة، يرفرف على المركز الأول. هجن الغرافة، هجن الغرافة مع المركز الأول، يضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي. يا المدهش يا المدهش يا المدهش، شوط جر، شوط أعصاب، شوط نار، الله يا سلام. هجن البدع تصل، هجن البدع تصل وتتبارك بهذا المسمى الذي يطلق عليها في هذا المهرجان. مع هذا المهرجان هجن البدع مع المركز الثاني، ونحن أيضا نرحب وأيضا فرحين بدخول أحد المؤسسات العملاقة هجن البدع التي تدشن هذا المسمى رسميا في مهرجان المؤسس. نتمنى لها التوفيق لهجن البدع ولجميع المؤسسات الحاضرة. حصل دخول على المركز الثاني، وصلت جمرة المرشح الأبرز من قبل المحللين. جمرة يا جمرة، جمرة 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 جمرة، وصلت جمرة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، يدفع بجمرة في أول نداء لها. المركز الثالث هجن البدع تتقدم في هذه اللحظات مع المستشارة. المركز الرابع أول نداء لهجن الغرافة، وصلت نوادر مع المضمر سعيد بن راشد الزعبي. المركز الخامس أيضا أول نداء، وصلت الأسماء لبهرية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. وأرى أيضا السبعة لهجن الغرافة قادمة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. ما زالت المقدمة غرفاوية 1200 متر. يا المدهوشي يا المدهوشي، وصلوك المضمرين، وصلوك المضمرين. الشلفة، الشلفة الذهبية لمن من هذه المؤسسات العملاقة، المؤسسات العملاقة. حصل دخول، مرحبا باللي وصلت، مرحبا مرحبا بنبا، مرحبا بنبا لهجن الشحانية. أراها تتخطى المراكز مركزا تلو آخر وانتقلت إلى الصدارة. نبا يا نبا، نبا يا نبا، الكيلو متر الأخير، شحانية شلفة، شحانية حتى هذه اللحظات مع هجن الشحانية، مع هجن الشحانية، مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. الله يا سلام، الغرافة الغرافة الغرافة، الله يا سلام، هجن الغرافة. أجيال أجيال ونبا، أجيال ونبا، نبا وأجيال، نبا وأجيال. شوطنا الرئيسي، شوط الشلفة، شوط الشلفة. الله يا سلام، أجيال أجيال، نبا شحاني، غرفاوي غرفاوي شحاني. الشلفة تحتار، الشلفة تحتار إلى الشحانية أو الغرافة. معركة الشلفة، معركة الشلفة. يا سلام، غرفاوي ولا شحاني، ولا شحاني. الغرافة الغرافة، أجيال الغرافة، أجيال الغرافة، أجيال الغرافة، مع الشلفة الذهبية، مع الشلفة الذهبية. شلفة الشوط المفتوح، أول رموز المهرجان إلى الغرافة وإلى مالك هجن الغرافة، سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل وأنجاله الكرام. الشلفة، الشلفة، أجيال أجيال، الشلفة غرفاوية. تهانينا والناموس لهجن الغرافة ولمالكها سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. التهاني للمضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني نبا لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت محبة لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت السبعة لهجن الغرافة مع سالم بن عامر المدهوشي. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه الشاعر لهجن المرخية مع المضمر عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. تهانينا والناموس
لجميع الفائزين، التهاني لهجن الغرافة على انتزاعها للشلفة الذهبية في هذا المساء، وتهانينا لهل الغرافة، وسعد الله مساكم كل خير وسلام، يا الغرافة سلام. التهاني لدعم هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وأتوقع توقيت حدث يسجل في هذا المساء في هذا الشوط الأول الرئيسي كسرة حاجز الخمسين تحت الخمس. تهانينا وناموس على انتزاع أجيال ناموس الشوط وتوقيتها المميز 5:48 95 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الغرافة، التهاني لسالم بن عامر المدهوشي، تهانينا المدهش. المركز الثاني نبأ قطعت المسافة في 5:49 96 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهجن الشحانية على فوز نبأ بالمركز الثاني، وتهانينا للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المركز الثالث. المركز الثالث وصلت فيه محبة، قطعت المسافة في 5:53 43 جزء من الثانية. التهاني لهجن الشحانية، ومرة أخرى أهنئ جابر بن سالم.